أهلا وسهلا بكم. لما نقول المعاشي بنكون تكلمنا عن زول خدم البلد لمدة 35 سنة و40 سنة وعمر طويل هو قضاه في خدمة البلاد إذا كان واحدة من المؤسسات المختلفة. ولما نجي نشوف حقوق المعاشي ونشوف راتب المعاشي ونشوفه بيصرف كم بنتحسر، وكل بيت فينا فيه معاشي، لكن هل حق المعاش ده بيكفي خدمته الخدمة للبلد؟ هل هو بيستاهل مننا إنه نحن نديه الأشياء البسيطة دي؟ ولا متين ممكن تقيف لنا مشاكل المعاشيين؟ متين نحن نقدر نديهم حقهم في العلاج الصحي، في الحياة الكريمة، في القروش الممكن يقضي بيها الحياة الاجتماعية اللي هو ممكن يكون بيحتاج لها مشاكل المعاشين كثيرة جدا. لكن خلينا نشوف اليوم على قطاع أول قطاع التأمينات الاجتماعية بالتحديد، وسعيدة أن يكون ضيفي الأستاذ محجوب محمد الخير رئيس اتحاد معاشي التأمينات الاجتماعية ولاية الخرطوم. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. مرحب بك قناة الشروق. أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواحد يعني لا يفوت انه يشكر قناة الشروق، القناة الرائدة والقناة في مقدمة الرقب الإعلامي في السودان، ونشكرهم جزيل الشكر انه يتيح لنا هذه الفرصة لنتحدث عن شريحة مهمة جدا جدا من شرائح المجتمع اللي هي شريحة المعاشين وتحديدا قطاع التأمينات الاجتماعية. هذه الشريحة تضم علماء وتضم خبراء أدوا رسالتهم في كل أصقاع الوطن بكل تجرد وكل أمانة، وعندما حط رحالهم بعامل السن آن الأوان أن نتحدث عن أشواقهم وأن نتحدث عن مظالمهم حتى تصل إلى أصحاب القرار وإلى الجهات التنفيذية. أستاذ محجوب أهلا بك. وإذا تكلمنا عن المعاش، أنت هسه لسه مفروض ما تكون نزلت معاش، لسه شباب، المعاش ده المفروض يدو لسه يزيدوا عمر زياده يا جماعه، بما انه انتم قادرين انكم تقدموا. لكن خلينا نشوف المعاشي في ظل الظروف الان اللي بيعاني منها الام كثيره وحاجات كثيره. هو المعاشي يا استاذه هو يعني من يعني هذا زي ما قلت كل يضم كل التخصصات. صحيح. والمعاش نفسه هو عباره عن راتب مؤجل، بمعنى انه خلال أعطاء الشخص عبر السنوات إلى أن تقاعد في عمر الستين أو الآن يمكن زادت للخمسة وستين سنة. نعم. فهي دي عبارة عن راتب مؤجل يعني يستعين به على ما تبقى من الحياة في صورة كريمة. ونحن يعني من خلال هذه الرسالة اللي حملناها أنا محجوب محمد الخير كرئيس اتحاد لمعاشي التأمينات الاجتماعية بولاية الخرطوم، ظللنا يعني في بحث وطرقنا كل الأبواب حتى إنه يتحسن ظروف المعاشي اللي هذه هي الفئة المسحوقة التي تتمثل في الآباء والأعمام والأجداد. آن الأوان أن نعطيهم حقهم كاملا متكاملا. والواحد عبر هذه النافذة قناة الشروق الرائدة يعني يشكر اللجنة الكونة السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف الأستاذ رئيس الوزراء المكلف اللي هو كان له القدح المعلى في تكوين لجنة ألا تنظر في أمور المعاشيين، وفعلا تمت هذه اللجنة وكانت في حوار وكانت في جدال وكانت في بحث وتغصي إلى أن أثمرت هذه الزيادات الأخيرة التي طرأت على المعاشي اللي هي في حدها الأدنى 37 وفي حدها الأقصى 80 وفقا للتدرج المعمول به في القطاع العام من الدرجة 17 إلى الدرجة الأولى القطاع الخاص. أستاذ محجوب، رغم الزيادات اللي أنت تحدثت عنها يظل راتب المعاش ضعيف جدا ولا يجدي حاجة المعاش في احتياجاته اليومية مقارنة بالخدمة اللي هو قدمها طوال السنين. نعم، هو دي حقيقة ماسلة إنه يعني بالرغم الجهد الذي بذل إلا إنه يعني ما زال البون شاسع جدا جدا بما يتغاضاه المعاشي وما بين التضخم الحاصل والكائن. صحيح. في البلد، لكن نحن برضو نقول انه ما حدث يعتبر طفره باعتبار انه الزياده كانت بنسبه 300%، ودي لاول مره تحدث في تاريخ البلد، انه ولاول مره انه يعني تدعم اللجنه فقط خاصه بالمعاشات. كان يعني في سابق الاوان بتجي زيادة المعاشات عبر عبارة مقتضبة
وفقا لما يصدر من منشورة لتغيير الحد الأدنى للأجور في الدولة. جميل. خلينا نشوف أستاذ محجوب، المعاش بيحتاج لحاجات كثيرة جدا، منها العلاج، ودي من أكثر الأشياء ممكن تكون ترهق الأسرة، والعلاج ما بقى ما سهل عندنا في السودان. شنو من الحاجات الخطوات اللي أنتوا اتخذتوها في ولاية الخرطوم مع الحكومة عشان ما تسهل للمعاش عملية العلاج؟ هو قطعا أنه العلاج بقى بشكل يعني هدف كبير جدا جدا للمعاش، يمكن على المستوى القومي يعني العلاج بقى مشكلة. يعني إحنا الآن عندنا البطاقة بتاعت شوامخ، وهي بطاقة لا تفي بالغرض وقدراتها محدودة، ويعني يمكن يكون هي مستشفياتها يعني محدودة، مستشفياتها محدودة وعطاءها محدود، والمعاشين استثماراتنا الكبيرة جدا في صندوق في صناديق الاستثمار عندهم مستشفيات خاصة كمستشفى شرق النيل، كمستشفى مروي، دي كلها مستشفيات خاصة بالمعاشين. الحاجة المؤسفة بالرغم من انه هذه المستشفيات خاصة بالمعاشين ومن أموال المعاشين، إلا أن المعاشين لغاية هذه اللحظة لا ينتفعوا منها ولا يسمح لهم بدخولها إلا برسوم. ليه؟ والله دي ذاتها مشكلة، يعني دي مشكلة نحن ظلنا نعاني منها وطرغناها حتى في 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 الاجتماع اللجنة الأخيرة لتحسين المعاشات، طرحناها للجهات يعني المختصة. وزي ما قلت انه اللجنه دي يعني الكونه السيد رئيس الوزراء المكلف ما كانت معنيه فقط بتعديل المعاشات، بل هي كانت معنيه بمناقشه كل ما يتعرض له المعاشي وكل ما يواجهه من صعابات، من ضمنها مساله العلاج. طرحنا هذا الامر امام الجهات المختصه باللجنه الرئيسه الدكتور جمال النيل وكيل وزاره الرعايه الاجتماعيه، وهو كان رجل يعني قدر المسؤوليه صراحه، والراجل عبر والواحد عبر هذا النافذه انه يشكر هذا الرجل الخلوق الذي يعني اهتم بهذا المهمه التي اوكلت له، وسمح لنا نحن ذاته بانه نشترك فيها، رغما عن اننا نحن ما كنا يعني معني ما كنا مسميين في هذه اللجنه، نحن كاتحادات ولائيه ما كنا معنيين، لكن اتحاداتنا القوميه كانت يعني في سفر خارج البلد. نعم. ونحن انتهزنا فرصة إنه في القرار صدر السيد رئيس الوزراء المكلف يعني إنه قال إنه على اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا. نحن رأينا نحن أنسب ناس ممكن نشخص هذه العلة. جميل. فطرقنا باب المجلس الوزراء، وفعلا يعني الناس اللجنة كلهم مشكورين، ممثلين في وزارة المالية. أستاذ محجوب، حليتوا مشكلة العلاج المستشفيات اللي هم ما قادرين يدخلوها وهي مخصصة ليهم؟ والله هم زي ما قلت انه هذه النقطه يعني قتلت بحثا في الاجتماع وفي اجتماع هذه اللجان، ووعدونا خير بانه يعني يحولونا لهذه المستشفيات، لكن لغايه الان لم يحدث ذلك. دي بشرة جميلة، لكن تستوجب التنفيذ، يعني التنفيذ هو أهم. نعم. من أنك تبشرني. نعم. أو تكلمني. نعم. خلينا نشوف واحدة من الأشياء المهمة، المعاش بنلقاه لسه هو عنده عطاء قادر بعد ما نزل. نعم. المعاش. نعم. هل تم له يعني من خلال المعاش ده أنه يكون في تمويل أسقر يدوه له الجهات المختصة في أنه تموله عشان ما يكون إنسان فعال وشغال، يعني بدل ما هو يكون قاعد في البيت وينتظر مرتبك الشهري أو المعاش، أديه تمويل أسقر عشان ما يستنفع منه؟ ومن ضمن القرارات اللي اتخذت اخيرا يعني في تمويل لكن محدود صراحه، يعني لا يفي بالغرض، يعني اذا كان قلنا انه يدوه غرض 90,000 جنيه، هل بتعمل حاجه 90,000 جنيه؟ ما بتعمل حاجه 90,000 ولا تفي باي غرض ولا يستطيع. طيب. انه يستثمرها في 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 ثاني غرض اخر انه تجيب مشروع محدد برضه في اطار 120,000 جنيه، وكلها لا تفي بالغرض ولا يمكن ان من خلاله انه الانسان يجد عائد على اساس انه يغطي الفرق ما بين ما يتغاضاه من معاش وما بين التضخم والاسعار السائده في البلد. خلينا نشوف علاقه صندوق المعاشات الولائي بالمؤسسات النظيره على المستوى الولائي وايضا الخارجي. والله طبعا دي احنا كاتحاد وليد لولايه الخرطوم هو اتحادين، اتحاد بيمثل التامينات الاجتماعيه والاتحاد الاخر بيمثل الخدمه المدنيه اللي هي القطاع العام. هذه الاتحادات وليدة، نحن عندنا اتحادات على المستوى القومي، وانت عملته يعني يمكن احد غادته اخونا احمد يعني احمد حلاس النمر انه عملته معاه لغاه هنا، هم ديل اللي بيمثل السودان ضمن المنظمات الاقليميه،
وبشاركوا في مؤتمراتها، بشاركوا في ما قاعدين يتكلموا في مشاكل المعاشين دي ويقولوا لها حلول يعني. والله هي شوف يعني نحن زي بنقول دائما انه هذه التركه تركه مثقله، وهذه المهمه مهمه مقدسه. يعني نحن بنقول عبر هذا المنبر انه ايزر انه الانسان يديها بحقها او 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 او, أو, أو يعني يحيد عنها. ليه؟ لانها هي امور بتتعلق بعجزة، بأيتام، بأرامل، بأصحاب أمراض مزمنة، وبالتالي إنه الشخص اللي يفترض يتولى هذه المهمة مفروض يطرق كل الأبواب ولا تغمض له عين. يعني بمعنى إن نحن دارين نقول من مشاكل المعاشيين المتراكمة على مر الحقب، يعني مثلا عندهم مكتسبات، نعم، كفل لهم القانون ما بين يوم وليلة بتلقى هذه المكتسبات يعني أحجبت، غير موجودة، حجبوها تماما، حجبوها لوضع أسوأ. وتتعد المواد، مثلا نحن لو تحدثنا على المادة 76 من القانون اللي هي كانت يعني تنص صراحة على تسوية المعاش بآخر راتب كان يتقاضاه المعاشي، يعني بما يعني في 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 في, في ظلام كامل تم تعديله الى متوسط الثلاث سنوات الاخيره من الراتب اللي كان يتقاضاه الاساسي فقط، والراتب أيوة الاساسي عبر هذه التعديل اي معاش نزل من 2004 لغايه هذه اللحظه فقد 22.5 من 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 ربط المعاش بتاعه ومن الاستبدال بتاعه. دور الاتحادات ودوركم يا استاذ محجوب انكم ترجعوا كل الحاجات لاصحابها، لكن بما انه انتم اتحادات وفي معاشيين زي ما قلتوا انتم بتخدموا تحت ظل كل المعاشيين في القطاعات المختلفه، شهر رمضان، اعياد الضحيه، المناسبات المختلفه بتلزم الجهاد في انها تطلع شيء للمعاشيين اذا كانت حقيبة الصايم، إذا كان دعومات. هو 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 عبر اللجنة اللي أنا حكيت عنها بتاعت السيد رئيس الوزراء المكلف، يعني من ضمن الغلطات اللي طلعت إنه بيدوا المعاشي راتب شهر في رمضان. أها. وشهرين في عيد الأضحى المبارك، وصراحة هذه ما مسبوقة يعني صراحة. ما كانت موجودة. ما كانت موجودة صراحة، أنا زي ما قلت إنه الناس اللي كانوا على رأس هذه اللجنة تجردوا والله صراحة وأدوها كما ينبغي، يعني وفعلا اعتبروها مهمة جسيمة جدا جدا، يعني من 12,000 قفزت ل 37,000 حدها الأدنى. نحن نعتبر في الظروف الحالية اللي بيعيش البلد في وضع اقتصادي متردي إن ده قفزة محترمة، ونشكر كل من قام بها ونتوغل الأحسن يعني صراحة ونتوغل الأفضل. ونحن زي ما قلت إنه يعني نحن الآن بنعمل بجهد ذاتي، يعني نحن الليله في ولايه الخرطوم اتحاداتنا دي لا تتغاضى اشتراك ولا قرش واحد، الاشتراكات تاخذها الاتحادات العامه ولم تتكرم علينا ولو بفلس واحد. حسيتك رئيس اتحاد استاذ محجوب قاعد، نعم، تاخذ حاجات اضافيه كده للرئاسه دي، انت رئيس كمان. بل بالعكس والله ولا ده عمل تطوعي انت تقوم به؟ والله بصراحه هذا عمل تطوعي لوجه، نعم، الله تعالى، بنصرف فيه من جيبنا وبنحل مشاكل يعني افرادنا بجهدنا الذاتي، حتى اشتراكاتنا اللي بتخصم مننا والله تعسر انه الاتحاد العام يدينا لها. فنحن نطلب من هذه النافذه من السيد الساده التنفيذيين ممثلين في اخونا احمد ادم بخيت الوزير انه يلتفت لهذه الشريحه ويفتح ابوابه، نتمنى ذلك، ويكون في حياديه في التعامل مع كل الكيانات. ليه؟ لانه زي انا مش بقول انه هذه المهمه مهمه صعبه جدا جدا وتكليف قاسي وتكليف صعب، ولا بد من انه نحن نتجرد ونؤديها كما ينبغي. يا سلام، نحن عبرك بنحيي كل المعاشين وكل الناس اللي قدموا اعمارهم وقدموا شباب للوطن ومن اجل الوطن، شاكرين ومقدرين لوجودك معانا. رساله اخيره وتحيه ممكن ترسلها لمنه عبر هذا صباح الشروق؟ والله نحن زي ما قلت يعني الشكر يعني موصول لقناه الشروق والله كنافذه، يعني ادتنا فرصه، ولو انه يعني نحن يعني المشاكل كبيره والمشاكل متراكمه والتركه مصغله وتحتاج لمزيد من التغصي ومزيد من البحث، لان هي تراكمات على مر السنوات. فنحن زي ما قلت يعني رساله اخيره، ولو انه كنا نحتاج لزمن اكبر عشان نحكي عن اشواغنا وعن مظالمنا، نحن حنجيكم في محلك ونتابع الحاجات دي اول باول، خطوه، أيوة، بخطوه ان شاء، أيوة، الله. نحن الان عبر هذه النافذه نقول يا اخواني لكل الكيانات سواء كانت اتحادات عامه
أو سواء كانت اتحادات ولائية، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نؤدي هذه المهمة بما يرضي الله إن شاء الله، وما يؤدي الشريحة هذه الشريحة المسحوقة حقها بالكامل إن شاء الله. ونطلب من السيد الوزير كجهة تنفيذية يفتح أبواب لكل الناس، لأنه هي المسألة ليست يعني استغلال بالقين، وليس بالقين بل هي استقلال بالقاف، خلينا نديها كما ينبغي. شكرا جزيلا لك استاذنا محجوب محمد الخير رئيس اتحاد معاشي التامينات الاجتماعيه ولايه الخرطوم، شاكرين لوجودك وتحيه لكل معاشي السودان.